الخير عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من تعميل. زي ما تعودنا كل حلقه بنبدا كلامنا برد على سؤال معين بيجي في بال ناس كتير قوي. النهارده هنعرف ازاي نعمل تظلم لو اترفضنا في التقديم على شقق وزاره الاسكان. اول حاجه هتدخل على اللينك اللي موجود على الشاشه قدامك دلوقتي، وتدخل رقم البطاقه وتدوس على تقديم التظلم. بعد كده هتجيلك صفحة هتكتب فيها التظلم وترفع الورق اللي بيثبت صحة كلامك بس بصيغة البي دي اف. بعد كده هتستنى لما باب التظلمات يتقفل وتدخل تشوف النتيجة. هنا لازم نقول ان التظلم ما بيتقبلش في حالتين، الاولى في حالة تجاوز السن، والتانية في حالة تجاوز الدخل للحد الاقصى وقت التقديم. دلوقتي تعالوا بينا نبدأ حلقتنا ونروح نشوف مشروع السكن لكل المصريين في مدينة 15 مايو، ونقابل المهندس سيد همام رئيس الجهاز اللي هيقول لنا على آخر تطورات في مدينة 15 مايو. تعالوا بينا نروح نشوف قال لنا إيه ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. مساء الخير عليكم مشاهدينا، النهاردة احنا موجودين في مدينة 15 مايو، هنكون معاكم هنا هنتعرف على مشروعات سكن لكل المصريين مع المهندس سيد همام رئيس جهاز مدينة 15 مايو. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. طبعا احنا حابين تواجدنا معاك النهاردة كتعمير، بنشوف التعمير ده كله طبعا وسعداء جدا، وحابين ان احنا نتعرف مع حضرتك كده تفاصيل اكتر عن سكن لكل المصريين. انا هبدأ مع حضرتك مش سكن لكل المصريين. مدينه 15 مايو يعتبر من المدن الجيل الاول، هنقول ان هي مدن قديمه حديثه في ذات الوقت. المدينه نشات في سنه 78. المدينه دلوقتي ليها ميزه كبيره جدا بيحدها الطرق الاقليميه من جميع الجهات، غربا الاوتوستراد، جنوبا الطريق الاقليمي، شمالا الطريق الاوسطي. فالمدينه بسم الله ما شاء الله بقت مدينه واعده. تتميز بمدينه سكنيه فيها جزء كبير صناعي، فشامله كل اطياف المجتمع المصري. ربنا من علينا بقى دلوقتي ان احنا عندنا بقى اسكان اجتماعي، ومبادره سياده الرئيس انه عندنا سكن لكل المصريين واسكان متوسط فسكن لكل المصريين نفسه بينقسم معانا لجزئين، جزء اللي هو محدود الدخل اللي هو اسكان اجتماعي، وجزء اللي هو اسكان متوسط. احنا دلوقتي حاليا دلوقتي في منطقه النرجس، ده اسكان سكن لكل المصريين اللي هو محور الاسكان الاجتماعي. المنطقه اللي احنا فيها دي فيها 465 عماره زي ما حضرتك كده شايفه تحت الانشاء، دول عاملين 11160 وحده سكنيه. عمر المشروع ده ما يكملش معانا شهرين ونص ثلاث شهور، يعني احنا بدانا المشروع من شهرين ونص بس. ما شاء الله، شايفه حضرتك الدنيا دلوقتي شكلها ازاي. المشروع عباره عن وحدات، كل اللي احنا واقفين فيه ده 90 متر، هتتسلم للمنطبق عليهم الشروط كامله التشطيب، يعني هيسلمها المفتاح. البنيه الاساسيه بتاعت المشروع شغالين فيها دلوقتي، مسنده للشركه المنفذه، شبكات ميه، صرف، طرق، جاري تصميم شبكه الكهرباء واعتمادها من شركه توزيع جنوب القاهره. بمجرد ما تعتمد هنبدا نشتغل فيها مباشره. المشروع بقى شامل ميه، صرف، طرق، كهرباء، ري، البنيه التحتيه كامله. جاري التنسيق دلوقتي مع شركه تاون جاز لامداد المشروع بالغاز الطبيعي، يبقى احنا بننفذ المشروع طبقا للتعليمات كامله المرافق. الوحده السكنيه هيبقى فيها عداد الميه بتاعها، عداد الكهرباء، الاثنين مسبوق الدفع. بمجرد ما يجي الساكن هيتعاقد بس مع شركه تاون جاز، هيركبوا له العداد بتاع الغاز، يبقى عنده كل منظومته متكامله. طيب خليني اسال حضرتك، الوحده هتبقى مساحتها بتتراوح ما بين كام وكام، ولا هي مساحات واحده؟ محور محدود الدخل فيه اثنين نموذج. نموذج غرفتين وصاله اللي هو 75 متر، وده مش متوفر دلوقتي هنا في المكان اللي احنا واقفين فيه. ليه مكان تاني بس ده حاليا لسه تحت التخطيط. الجزء اللي احنا واقفين فيه ده دلوقتي عباره عن 90 متر، ثلاث غرف وصاله، هتبقى كامله التشطيب. ثلاث غرف وصاله. اه. طيب خليني اسال حضرتك، ازاي اقدم على المشروع هنا سكن لكل المصريين؟ هو ده بيبقى نظام اعلانات بيحددها صندوق الاسكان الاجتماعي. اخر اعلان تم الاعلان عنه كان الاعلان ال 15.
اعتقد ان هم احنا دلوقتي بيجهزوا ان هو يبقى فيه اعلان كمان تاني بحيث انه برضه يستوعبي كل الشباب اللي هو عايز يقدم على المشروع. بيتم التقديم عنه من خلال البريد. حضرتك قلت لنا ان انت بادئ المشروع اهو ما شاء الله من شهرين ونص، صح كده؟ تمام. طيب خليني اسال حضرتك، امتى هنبدا نسلم في المشروع؟ يعني احنا شايفين انجاز كبير بيتحقق في شهرين ونص. هو البرنامج الزمني بتاع المشروع ده هو سنة ونص. احنا باذن الله بقدر الامكان نحاول في خلال السنه ونص دي او قبلها يكون المشروع ده خلصان ان شاء الله. قبل سنه ان شاء الله باذن طيب الله. لو اتكلمت مع حضرتك عن الخدمات، ايه الخدمات اللي انتوا هتوفروها هنا؟ عاملين حساب اللاندسكيب؟ عاملين ايه بتوفروه ك يعني اسواق او خدمات للعميل اللي هيكون ساكن هنا؟ المشروع لازم هيتسلم مشروع متكامل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الهارد سكيب بتاعه او تنسيق الموقع العام، الهارد اللي هو هيكون عباره عن بلاط خرسانيه او انترلوك او خرسانه مطبوعه طبقا لرؤيه الاستشاري، بيتم الكلام ده وبيتعمل وبيعتمد من الجهات المختصه في الهيئه وفي الوزاره. بيتعمل كمان معاه مناطق خضراء بحيث انه يبقى برضه فيه متنفس للناس. مش يعني مساحات قد ايه؟ كبيره ولا صغيره؟ هي دايما المساحات الخضراء بتوصل تقريبا من 5-6% من مساحه المشروع. هيتعمل فيها ان شاء الله باذن الله، بندرس دلوقتي ان يبقى نظام التنميه المستدامه تبقى في المشروع ده. يعني ايه تنميه مستدامه؟ يعني ان انا استفيد من الميه، المياه الرماديه اللي هي بتاعه الاحواض، بتاعه البانيو، بتاعه المطبخ، بحيث ان انا اعيد تدويرها واستخدمها في ري المسطحات الخضراء. يبقى انا كده وفرت كميه ميه، بدل ما انا هاخد ميه واعالجها ميه معالجه ثلاثيه والكلام ده كله، لا انا هيبقى في عندي معالجه محدوده هشتغلها على الميه الرماديه واستفيد بيها في المشروع ده. حضرتك بتكلمي على الخدمات، بقى باقي خدمات اي منطقه بنشتغل فيها لازم اوفر فيها الخدمات الاساسيه، حضانات، مدارس، اسواق تجاريه، اسواق، مدارس، وحدات صحيه، بالاضافه للملاعب الثلاثيه لو هي المساحات تسمح معايا. ما بتسمحش بختار مكان محدد في المنطقه بالكامل واعمل فيه حاجه زي مركز شباب يخدم المنطقه بالكامل. والكلام ده بيتم بالتنسيق مع الجهات المختصه عندنا في بالنسبه للتخطيط، وبنسلم الحاجات دي للجهات اللي هي هتديرها. يعني لو هي عباره عن ملاعب بنسلمها لشركه متخصصه في اداره الملاعب، او بنسلمها للشباب والرياضه. لو هي وحده صحيه بنسلمها للعاملين بوزاره الصحه يديروها ويوفروا لها الاطقم بتاعتها. الحضانات بنسلمها للشؤون الاجتماعيه عشان هي بتعرف تتعامل كويس قوي مع الجمعيات اللي هي بتوفر خدمه للكلام ده. الاسواق التجاريه بتبقى عباره عن محلات بنطرحها في مزادات علنيه لخدمه المكان. هل الخدمات اللي حضرتك قلت لنا عليها دلوقتي دي موجوده النهارده في المشروع اللي احنا واقفين فيه؟ المشروع اللي احنا فيه دلوقتي تم جاري التخطيط بتاعها دلوقتي حاليا في هيئه المجتمعات العمرانيه. بمجرد ما يخلص التخطيط هنطرح الكلام ده على المقاولين ونبدا التنفيذ فيه مباشره. بس انا مش هبدا اسلم ساكن في المكان ده الا لما تكون متوفر عندي الخدمات الاساسيه بتاعته من اسواق وحضانات ومراكز طبيه ومدارس. نقدر نعرف من حضرتك سعر الوحده بيتراوح هنا ما بين كام وكام؟ لا هو سعر واحد محدد عن طريق صندوق الاسكان الاجتماعي. طيب لو احنا اتكلمنا اكتر عن 15 مدينه 15 مايو، حضرتك تقول لنا هل في خطه للسنه الجديده هتشتغلوا عليها الفتره الجايه؟ لا انا حضرتك احنا دلوقتي اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ده قلنا ان هو عباره عن محور اسكان اجتماعي وسكن لكل المصريين، محور اسكان اجتماعي ده جزء من كل دول اللي احنا واقفين فيهم دول 11160 وحده سكنيه. في جزء ثاني 203 عماره برضو ده حاليا خلاص تم تخطيطه وجاي حاليا تصميم شبكات المياه والصرف بتاعته، وهنبدا ننسق مع الجهات المختصه بالهيئه لطرح ال 203 عماره على مقاولين. في جزء ثاني حوالي 150 عماره في 75 متر وفي 90 متر، في واحده 75 متر وواحده 90 متر، ده حاليا جاري تخطيطه واعتماده من الجهات المختصه بالهيئه وبالوزاره. الكلام ده احنا بنتكلم على مدار الثلاث سنين اللي جايين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عندنا محور اسكان متوسط سكن مصر اللي هو سكن لكل المصريين. الاسكان المتوسط ده مساحات تتراوح بتاعته من 100 متر ل 120 متر. ده حاليا جاري التخطيط بتاعه في الهيئه، وبرده بمجرد ما يخلص التخطيط هنبدا نشتغل فيه. احنا عندنا تقريبا هنا في مايو حاليا حوالي 2000 وحده سكنيه، وان شاء الله شغالين عليهم باذن الله. احنا شايفين واحنا جايين في الطريق لحضرتك دار مصر كمان. دار مصر ده عباره عن مشروع كان موجود والحمد لله تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل، وتم تسليم الحاجزين لوحدتهم السكنيه، وان شاء الله باذن الله في الاعلان القادم هيبقى فيه وحدات شاغره في المشروع ده باذن الله. في الناس سكنت في دار مصر اكتر من 60% من الناس سكنه. رايهم ايه بقى في دار مصر والمشروع الجميل اللي احنا عملناه لهم النهارده؟
الناس في 15 مايو لما شافت مشروع زي دار مصر عبارة عن كومباوند ببوابات بأمن بخدمات بأعمال زراعة سوفت سكيب وهارد سكيب انبهرت لدرجة ان هو انا كل يوم والتاني الناس بتسألني امتى الاعلان هينزل لحط الشجرة. فالحمد لله يعني ربنا يجعلنا دايما عند حسن ظن الناس ان احنا نوفر لها مكان حاجة كويسة ومكان كويس. هل في ادارة ما بعد التسليم في مشروع دار مصر؟ اكيد طبعا المشروع بنتابع دايما ده لازم. عندنا في شركة التعمير دي هي حاليا دلوقتي هي المسؤولة عن الاعمال التشغيل والصيانة بالنسبة للعمارات وبالنسبة للنظافة والأمن. لو حد من السكان عنده عائق أو مشكلة بيرجع لحضرتك وبتحلوها له ولا إيه اللي بيتم؟ مش هقول بقى رئيس الجهاز لا أنا بتكلم على جهاز مدينة فاتح أبوابه لكل الناس اللي عندها مشاكل ويمكن تتحل. في بعض الحاجات بتبقى طموحاتها عالية قوي بتبقى أكتر أكبر من قدراتنا لكن إحنا بالنسبة للمخطط بتاعنا لا إحنا ملتزمين بيه وأي حد عنده مشكلة وفي النطاق القانوني بتاعنا هنحلها. بما اننا اتكلمنا عن المشاكل هل في مشاكل او عوائق بتقابل حضرتك في المشاريع الجديده اللي احنا بننفذها دلوقتي سكن لكل المصريين؟ مشكله 15 مايو والمشكله الازليه بتاعتها ان انا بشتغل بحفر في صخر. صحيح دي عامله مشكله كبيره جدا معايا ومع المقاولين اللي شغالين معانا وهم قد المسؤوليه. صحيح. يعني سواء المكاتب الاستشارية اللي شغالة سواء عندنا جامعة الفيوم أو جامعة الزقازيق مكاتب على مستوى عالي من الجودة والتنفيذ بقدر الإمكان بنحاول نزل مشاكل الناس. الخامات طبعا بيبقى فيها صعوبة لأنه مايو بطبيعتها ما فيهاش خامات بستغلها إلا أعمال الدبش. الرمل بيجي من بره الزلط بيجي من بره طبيعة الأرض الصخرية متعبة جدا في التنفيذ بتاعها ولكن بنتغلب عليها والناس إن شاء الله بإذن الله هنبقى حاجة كويسة إن شاء الله. طيب أنا عايز أرجع مع حضرتك هنا تاني بما أننا إحنا موجودين في المشروع ده. حضرتك قلت لي أن المشروع الوحدة 90 متر تمام مساحتها 90 متر تمام العمارة فيها كم وحدة؟ 24 وحدة 24 وحدة بعد ما استلم بقى اجي اسكن واعيش هنا واستلم حضرتك هتبقى متابع معايا برضو اي حاجه اي خدمات انا محتاجها اقدر ان انا ابلغ بيها الجهاز؟ لازم طبعا كدا؟ لازم طبعا وبنتواصل مع شركات النقل والمواصلات والجهات المختصه بحيث ان برضو توفر خدمه النقل للناس هنا. ده شيء اساسي بالنسبه لنا. يمكن احنا كنا متواجدين هنا برضو في مدينه 15 مايو وشفنا منطقه الزرايب سابقا اللي هي زهور هي 15 هي حاليا دلوقتي خلاص انا ما عنديش حاجه اسمها الزرايب خلاص الحمد رب العالمين الحمد لله. منطقه زهور مايو فيها 42 عماره باجمالي 1008 وحده سكنيه. الناس كانت عايشه في مخر السيل. حصل السيل وحصل فيه طبعا خسائر في الارواح وفي الاموال. تدخلت القياده السياسيه فورا وقالت الكلام ده ما ينفعش لازم نوفر مكان امن لاهالينا. وبالفعل تم التنسيق مع الجهات المختصة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي وصندوق تطوير العشوائيات وبالفعل تم الانتهاء من تصميم وتخطيط منطقة على حوالي 67 فدان تبقى مجتمع متكامل لأهالينا اللي ساكنين في وادي الجبل وبرضه هيبقى بنفس العمل بتاعهم. وفرنا كده سكن عبارة عن 42 عمارة 1008 وحدة سكنية 834 حظيره بحيث ان هم يستفيدوا منها في تربيه المواشي والاغنام وخلافه بحيث ان تبقى مشروع منتج بالنسبه له. منطقه كامله حوالي 15 فدان لو في اي مستثمر منهم عايز ياخدها ويعملها مراحل فرز اولي لتدوير المخلفات بمعنى فصل الخامات عن بعضها والاستفاده من الحاجات دي وتدويرها بعد كده مع المصانع المختصة في إعادة تدوير المخلفات. المنطقة كلها محاطة بسور شجري. المنطقة فيها خدماتها مدرسة سوق تجاري حضانة مركز طبي. المكان هيبقى مكان أدمي تم الانتهاء من الإسكان بنسبة 100% تم الانتهاء من السوق التجاري بنسبة 100% الحضانة والمركز الطبي نسبة الإنجاز فيهم عدت 80% المدرسة نسبة الإنجاز عدت فيها 50% يعني المشروع بإذن الله كده هو خلاص يعني في غضون إن هو دلوقتي بننسق مع الجهات المختصة سواء في الوزارة أو في الجهات الخارجية إن إحنا نسلم الناس دي لوحدة في أقرب وقت ممكن.
سؤال مهم طيب من حضرتك، يعني هل الخدمات اللي هتقدموها في المشروعات هنا زي المدارس والحضانة مخصصة فقط لسكان المشروع ولا لكل سكان 15 مايو يقدروا ان هم يجوا يستخدموا الخدمات دي؟ هي الخدمات بتبقى بالاخص لسكان المنطقه، ولكن اذا حصل في عندي فايض، يعني ممكن ان هو المدرسه تستوعب ناس تاني، وفي عندي عجز في المدرسه في مدرسه ما داخل المدينه، وحصل تنسيق في مع التربيه والتعليم ان هم ينقلوا الناس من تحت لهنا، ايه المشكله؟ بس هو في الغالب ده ما بيحصلش، انه في الاخر بتبقى كل مدرسه كل منطقه مكتفية بخدماتها. أنا بحاول أسأل حضرتك كل الأسئلة اللي تيجي في بال المشاهد عشان نساعدهم بكمل معلومات طبعاً يعني. يا فندم إحنا كلنا تحت أمر حضرتك وتحت أمر المشاهدين، إحنا في الآخر هدفنا كله تقديم خدمة كويسة يستفيد بها المواطن المصري. يعني باشمهندس سيد، يعني نقدر نيجي لحضرتك إمتى نشوف شكل مختلف أكتر عن الشكل إحنا شايفينه النهار؟ شهر 3 اللي جاي بإذن الله ممكن تيجي حضرتك تشوف الدنيا مختلفة عنها. شهر 3 اللي جاي؟ 3 شهور بإذن الله هتلاقي فيه الدنيا بدأت تظهر، الواجهات بدأت تظهر ملامحها، بدأنا نركب الشبابيك والأبواب والانتهاء من أعمال السيراميك، بدأنا نعمل الملامح الأساسية بتاعت الموقع العام. لا الدنيا مختلفة عن كده ان شاء الله باذن الله فعلا. ان شاء الله هنتابع مع حضرتك وهنجي لك شهر 3 ان شاء الله نشوف المشروع واخر تطورات حصلت فيه. تنور يا فندم، تحت امرك. اشكرك جدا. شكرا يا فندم. زي ما شفنا كل مكان فيه شغل ما بيقفش، وده طبعا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل الخدمات اللي بيحتاجها او بتحتاجها الناس في كل شبر في مصر. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ودلوقتي هنتكلم عن الأبراج. الفترة الأخيرة شفنا كلنا مشروعات الأبراج اللي بتتنفذ في العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديد، وناس كتير سألت إيه الحاجات اللي لازم تكون موجودة في الأبراج علشان تنجح، وإزاي ساعدت دول كتير برا مصر في تصدير العقار. كل ده طبعا هنعرفه مع أستاذ إسماعيل الحمادي، مؤسس ورئيس شركة الرواد للعقارات بدولة الإمارات. مساء الخير يا فندم. مساء النور والسرور، حياك الله. خلينا كده نبدأ كلامنا مع حضرتك ونسألك رأيك إيه في التجربة المصرية لبناء أبراج بارتفاعات عالية ده بشكل عام. بداية أنا سعيد بالتواجد معاكم. نتكلم عن تجربة مصر في الأبراج، هي مش جديدة ولا أن حاجة بتدخل فيها في السوق العقاري. تجربة مصر قديمة في موضوع الأبراج، إذا نسترجع الذاكرة نشوف أن على سبيل المثال في 1985 تم تشييد أبراج المعادي، إذا أنا مش غلطان في المسمى، بارتفاع تقريبا 140 متر، ودخلت مصر في مرحلة توسع وتشييد المباني المرتفعة من خلال العاصمة الإدارية وإطلاق تقريبا أعلى برج في أفريقيا بالاسم التجاري، البرج الأيقوني. البرج الأيقوني بارتفاع يصل إلى 386 متر وبإشراف القطاع الحكومي عندكم في جمهورية مصر. النقلة هذه فيها توجه ساعد القطاع الخاص على تبني الخطوة الحكومية وإطلاق عن طريق شركة خاصة مؤخرا أبراج نايل بيزنس سيتي بارتفاع 233 متر، وهاي تجربة بالنسبة لي تجربة ناجحة في حال دخول القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تطوير المناطق هذه. شايف ان البرج الايقوني هيأثر عالميا على تصدير العقار كمان وعلى العاصمة الإدارية الجديدة؟ بالعكس، اليوم مصر هي يعني مثل ما انت تقولون ام الدنيا يعني، والناس كلها تعرف ان
ما حد يعني يختلف على حب مصر. الحاجة اللي موجودة في الجمهورية عندكم يمكن ما موجودة في أماكن ثانية. عندكم الكثافة السكانية، فرص العمل، الحركة السياحية، إتاحة التملك للعرب وللأجانب، هذه كلها تأثر إيجابي على استقطاب رؤوس الأموال أو استقطاب المستثمرين لهذه المنطقة. طيب أستاذ إسماعيل، شايف إيه أهم الحاجات اللي بتساعد على نجاح الأبراج عموماً؟ كمان أنتوا دولة الإمارات عندكم خبرة في موضوع الأبراج ده. التصاميم ونمط الحياة اللي ينتجه التخطيط العمراني في أي مكان. إحنا إذا بندرس المنطقة هاي ندرسها من ناحية التخطيط العمراني والكثافة السكانية اللي نتوقعها والأفضلية اللي بتكون موجودة للمستثمرين، سواء كانت في أبراج أو كانت حتى في مجمعات سكنية. المكان اللي إحنا موجودين فيه وزخم السياحة اللي موجود والتسويق للبلد هو اللي يخلي الواحد يتحمس وينقل استثماره إلى هذه المناطق. فالتجربة اللي كانت عندنا هنا في دولة الإمارات وخاصة في دبي، تجربة فتح المجال للمنافسة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ففي شركات حكومية بدأت في موضوع التطوير العقاري، ساندتها شركات في القطاع الخاص، دخلت في عملية التطوير العقاري. اليوم احنا على مستوى دبي نتكلم عن 700 شركة موجودة في التطوير العقاري، فالمنافسة بينهم شرسة ومتنوعة، فكل شركة تقدم ما هو جديد، سواء كانت في منازل ذكية، كانت في منازل متعددة الاستخدامات، كانت في بيوت العطلات، كانت يعني بنمط يوازي نمط الحياة المطلوب في السوق العقاري. يعني أقدر أقول أن حضرتك شايف أن الأبراج بتدي روح للمدينة وبتجذب المستثمرين كمان للمدينة؟ بتعطي نمط حياة، بتعطي نوع وشكل جميل للمنطقة، وعلامة أن الواحد يسكن في هذا العنوان، يكون عنوانه البرج الفلاني. يعني تخيلي مثلا البرج الأيقوني أو أي مسمى، مثلا لو واحد ساكن في برج المعادي من 1985 اليوم يقول أنا ساكن في هذا البرج وهذا عنواني، يعني العنوان ما يتوحش فيه يعني. طيب لو حضرتك بتستثمر النهاردة في مصر، سكني ولا إداري ولا تجاري؟ احنا عايزين ناخد من خبرتك. يعتمد، أنا كشخص في العقارات أحب الاستثمار في مناطق فيها عمل ومجمعات أعمال، أوفر على العاملين في المكان سبل السكن والمرافق الخاصة فيها. إداري يعني؟ نعم إداري. شايف أن مستقبل الاستثمار الإداري واعد في مصر؟ بشكل عام نعم واعد بمصر، مثل ما هو كان ولا زال واعد في تجربة دبي. اليوم احنا عندنا في دبي تقريبا 22 مجمع أعمال في مناطق متخصصة ومناطق تخضع لقوانين المناطق الحرة، وفيها تطوير عمراني من ناحية توفير السكن وتوفير الحياة ونمط الحياة للمستثمرين أو للعاملين في هذه الشركات، خاصة إذا كنا نستقطب شركات عالمية أو حابين يكون عندنا مكاتب إقليمية لشركات عالمية موجودة في المنطقة. طيب خليني أسألك آخر سؤال، إيه الفرق بين الأبراج اللي إحنا بنعملها عندنا هنا في مصر وبره مصر؟ طبعا أنتوا عندكم تجربة إحنا يعني حابين ننقلها هنا، وإحنا كمان نعرف تجربتنا عاملة إزاي أو شكلها إيه؟ تجربتكم يعني ما زالت في بدايتها، خلينا نقول كتوسع في موضوع الأبراج، لكن بناء الأبراج هذه تحتاج إلى بنية تحتية قوية. صحيح. تحتاج إلى دراسات لمعايير خاصة بالإنشاء هذه الأبراج والحركة المرورية اللي بتكون على أساس أنه يكون في انسيابية للنمو للحركة في نفس المنطقة. الأبراج هاي تحمل معاها كثافة، سواء كانت كثافة مركبات أو
كانت كثافة سكان. فلهذا الدراسات اللي موجودة المعمارية الهندسية قبل إطلاق أي مشروع يساهم في نجاح هذا المشروع بشكل عام. طب خليني أسأل حضرتك، رؤيتك إيه في الاستثمار بشكل عام دلوقتي في مصر الفترة الحالية؟ بالعكس، مع الاستقرار اللي موجود اليوم شفنا أن في توجه كبير من الخليج إلى الاستثمار في جمهورية مصر العربية. هذا زاد من توجه المستثمرين، سواء كان للغرض السياحي ولا كان لغرض نقل رأس المال أو الاستفادة من العائد الاستثماري اللي موجود هنا. يعني خليني أشكر حضرتك، ونتمنى أن احنا نشوفك قريب بتستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة بإذن الله إن شاء الله. وعندكم شركات إماراتية ما شاء الله عليها، يعني طبعا السوق، وهم الرواد بالنسبة لنا، فنحن نتبعهم بإذن الله. صحيح، في انتظارك إن شاء الله. أستاذ إسماعيل الحمادي، مؤسس ورئيس شركة رواد للعقارات بدولة الإمارات الشقيقة، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا معانا، خليكم معانا. قررنا نعمل حاجة مختلفة ونجيب أكتر 10 أسئلة عقارية موجودين على السوشيال ميديا، والنهاردة جبنا 10 أسئلة عن العاصمة الإدارية الجديدة. هيجاوب عليها النهاردة ضيفنا أستاذ عمرو عثمان الخبير العقاري. مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. معنا 10 أسئلة من أرض الواقع، من الناس. أوكي، خلينا نبدأ مع بعض كده. أول سؤال معنا عن عقد التفويض بالإيجار، إيه هو وإيه الاحتياطات اللي أخدها قبل توقيع العقد؟ أوكي، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية عقد التفويض بالإيجار هو عقد ابتدت شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية إن هي تبتدي إن هي تقول للعميل اللي بيشتري عندها إن هي هيفوضها إن هي تبتدي تأجر الوحدة، سواء إن هي وحدة تجارية أو وحدة إدارية أو فندقية، بعائد هيرجع للعميل، ولكن العائد ده غير معلن وقت التعاقد. وهو ده الفرق ما بينه وما بين عقد الإيجار الإلزامي. عقد الإيجار الإلزامي المطور بيقول له أنا هأجر لك ببرسنت محددة، وعقد التفويض هو بيقول له أنا عند التشغيل أنا أو من أنوبه هأجر لك بقيمة السعر السوق في وقتها. فعقد التفويض هو ميزته ان هو بيخلي، هو بيعمل اكتر من ميزه. اول ميزه ان هو بيخلي العميل مطمئن ان في جهه ما، سواء المطور او شركه التشغيل اللي هيبتدي المطور يتعاقد معاها، هيبتدي ان هو تكون مسؤوله عن عمليه التاجير، ومش التاجير وبس، لا، التاجير والتحصيل والفروق الصيانه ان وجدت والاداره الكامله، ويبتدي ان هو بياخد نظير العقد التفويض بالايجار، بياخد نسبة محددة والعميل بياخد نسبة الإيجار بتاعته، وده أعتقد أنه هو بيحقق له أكبر عائد على الاستثمار. لو مضيت عقد تفويض بالإيجار، هل من حقي أني أدير الوحدة بتاعتي؟ ولا فندم، على حسب. هو النهاردة شركة التشغيل بيكون عندها رول وعندها قواعد منظمة لعملية التأجير. القواعد دي بتنظم هو مين اللي هيجي يأجر. فلو حضرتك كمالك هتبتدي ان انت تشغلي النشاط، فحضرتك لازم تكوني تخضعي لمعايير دراسة التشغيل اللي عاملاها شركة التشغيل. فحضرتك مثلا على سبيل المثال في وحدة تجارية، فحضرتك هتفتحي نشاط ما يتوافق مع نشاط التشغيل، فحضرتك من حقك انك تأجري. انما لو حضرتك الوحدة التجارية اللي حضرتك هتشتغلي فيها او هتشغليها
بمعرفتك لا تخضع لمعايير التشغيل اللي شركة التشغيل ان هي حاطة القواعد بتاعتها، فحضرتك ما مش هينفع لاني حضرتك هتضري المول او هتضري باقي الملاك، باقي المول باقي الملاك، ملاك المول. فحضرتك النهاردة لو حضرتك المعايير او الانشطة المسموح بيها حضرتك النهاردة هتكوني من نفس الانشطة، فطبعا يعني ما فيهاش مشكلة، وبتخضع برضو لشركة التشغيل اللي هيتعاقد عليها من شركة لشركة. طب خلينا السؤال التالت. أوكي. شركة عاملة عرض اني اشتري الوحدة كاش واخد 3 شيكات كل شيك ب 900,000 جنيه، الاول اصرفه بعد سنة والتاني بعد سنتين والتالت بعد 3 سنين، اشتري ولا لا؟ ده نظام العقد. الشركات النهاردة في العاصمة الإدارية بتحاول ان هي تستقطب اكبر عدد من العملاء، خاصة العملاء اللي عندهم استثمارات في ودائع وشهادات بنكية. فالنهاردة الوديعة بتجيب لي رقم وليكن اللي هو العائد اللي موجود في البنك وقتها. طب هو النهاردة هو عمل طريقة سداد، هو خلى ان النهاردة حضرتك وانت حط عنده المقدم هيدي لحضرتك عائد على المقدم، وهو حاسبها في دراسة الجدوى عنده، هو حاسبها النهاردة بطريقة حسابية ان هو يقدر ان هو يوفي لحضرتك نفس اللي كان بيخش ليكي في البنك. لا، ممكن يدخل على عائد على القيمة اللي حضرتك دفعتيها كمقدم، ويبقى هو النهاردة كسب ان هو النهاردة حصل له نوع من انواع الترانزاكشنز اللي خارج الاطار او خارج الصندوق، ان هو مش الاستثمار العادي اللي هو حد بيشتري وخلاص وهيستنى لغاية لما يستلم. بس ده المفروض ان مش دور الشركات هي اللي تشغل لي فلوسي. هو مش بيشغل فلوس، هو طريقة ما النهاردة ابتدت تظهر في السوق، وهي ليها بعض المميزات ان هي لو هو قدر ان هو يظبط دراسة الجدوى الخاصة بيه ماليا، فهو هيقدر يفيدك وهيقدر يستفيد هو بالكاش اللي هيخش له. وطبعا هي بترجع لقوة الشركة وقوة عبائتها المالية وقوة كيفية إدارة الفلوس اللي دخلت له. وطبعا هي في شركات هتنجح في الفكر ده، خاصة ان هو النهاردة هيجي له كاش. النهاردة انت طبعا شركات التطوير العقاري بيكون محتاجة سيولة نقدية عشان البنى، وعشان خاطر تقدر ان هي في الاول تقدر توصل لحد البنى في وقت قياسي، خاصة مع غلو الاسعار وغلو مواد البنى. فالنهاردة هو ممكن يلتجئ ان هو ياخد قروض من البنك او ان هو ياخد تسهيلات ائتمانية. طب ما هو بيجي له كاش اكتر، فهو ممكن. بس طبعا هي ترجع للدراسة، ولو الدراسة مظبوطة ولو دراسة الجدوى مظبوطة ولو الشركة عبايتها المالية قوية ممكن تبقى فكرة جيدة. استثمر في الداون تاون ولا سي بي دي؟ اوكي. طيب اعتقد السؤال ده محير ناس كتير قوي. احنا السؤال ده احنا بنسأله يوميا. يعني احنا ايه الفرق اصلا ما بين الداون تاون والسي بي دي؟ هي الداون تاون هي وسط البلد في العاصمة الإدارية، هي منطقة في سنتر في العاصمة الإدارية فيها أكتر من 500 قطعة أرض ما بين فئات مختلفة، ما بين بترول، أدوية، بنوك، استخدامات متعددة سواء تجاري أو إداري أو سكني فندقي. هي يعتبر الإكستنشن أو الامتداد الطبيعي للحي الحكومي. فدي منطقة فيها أنشطة مختلفة. فدي منطقة سي بي دي هي منطقة الأعمال المركزية، ودي المنطقة اللي موجودة الأبراج المركزية منطقة الأعمال المركزية سنترال بيزنس ديستريكت سي بي دي. تمام. هي الموجودة جنب البرج الأيقوني وجنب منطقة البرج الأيقوني، فهي شريط فيه أبراج. عدد الأبراج اللي فيه ما يقارنش بعدد أبراج منطقة الداون تاون، لأن منطقة الداون تاون أكبر. منطقة الداون تاون فيها 500 قطعة، منطقة سي بي دي اللي نازلة حاليا هي فيها حوالي 59 قطعة، ولكن دي ليه طابع الإداري أكتر. منطقة الداون تاون فيها مختلف ومتعدد الأنشطة. فلو العميل عايز يستثمر الاستثمار بتاعه يكون في الإداري ممكن يروح لمنطقة سي بي دي، ممكن لو هو عايز يكون في ترافيك أكتر ممكن يروح للداون تاون، ولكن الاثنين ليهم مميزاتهم والاثنين ليهم طبيعهم الخاص. يعني عايزين نسرع مع أنا وإنت مع بعض علشان إيه وقت الفقرة. سؤال الخامس، أستثمر في مكتب ولا في محل ولا شقة؟ بص يا فندم، كلمة استثمار معناها
عائد على انت بتدور على عائد على الاستثمار. فالنهارده في واحد بيستثمر في مكتب، في واحد بيستثمر في شقه، في واحد بيستثمر في محل، في واحد بيستثمر في قطعه ارض، اني افضل عائد فيهم؟ فهم كلهم عوائد مختلفه بترجع في الاخر انا هدفع كام ومعايا مقدره كام. المحل هو استثماره جيد جدا بس هو التيكت برايس بتاعته عاليه، القيمه السعريه بتاعته غاليه. الاداري ممكن يكون اقل قيمه، ولكن في الاخر هي بتتحسب بالعائد، معدل العائد على الاستثمار، مش بتتحسب مين احسن، لان مفيش حاجه اسمها مين احسن، هو في حاجه اسمها مين اربح. هو مين اللي ممكن يربحني، الاختيار الجيد هو اللي ممكن يكسبني اكتر. لو انا اخترت جيد في محل، انا اخترت مكان كويس، لوكيشن كويس مع شركه كويسه، انا هكسب كويس. لو انا اخترت مكتب اداري مع شركه كويسه، في لوكيشن كويس، في موقع كويس، في تشغيل كويس، هكسب كويس. السؤال ده جاي من حد قلقان، فاكيد في ناس برضو قلقانه وهي بتستثمر، ايه اكتر حاجه تخليني اشتري في مشروع وانا مطمن؟ طيب، هو في معايير انت حضرتك المفروض ان انت وانت بتشتري لازم تحطيها في الحسابات. اولا موقع المشروع، موقع المشروع ده هو سهوله الوصول اليه، انا اقدر اروح له بسهوله. احنا بنتكلم على عاصمه الاداريه، عاصمه اداريه. موقع المشروع، ما احنا عندنا فيه اكتر من منطقه في العاصمه الاداريه. عندنا في مواقع ممتازه، في مواقع عندنا على شوارع رئيسيه عرضها 120 متر، عندنا في شوارع فرعيه، وبرضو عندك التصميم، تصميم المشروع اللي حضرتك هتاخدي فيه ومدى مطابقته لاشتراطات شركة العاصمة الإدارية، ومدى استجابته للعنصر العرض والطلب. يعني النهارده وعندك برضو الباركينج والجراشات وسعره وطريقه السداد بتاعته والشركه وقوتها وعبايتها الماليه، كل ده احنا لازم نقدر نحددها في عناصر تقدر تساعد العميل ان هو ياخد القرار. ايه هو احسن متوسط لنسب التحميل في التجاري؟ والله هو المتوسط الدارج حاليا هو معظمه 33% بلس اور ماينس، بتطلع شويه بتنزل شويه، ده المتوسط اللي ماشي حاليا في العاصمه الاداريه، خاصه مع اشتراطات الدفاع المدني، مع عرض الطرقات، مع سلالم الهروب، مع النسبه البنائيه. فمعظم المطورين بيلجأوا لحوالين ال 33%. نشوف اخر سؤال بسرعه. اوكي، ازاي اعرف ان المول اللي هشتري فيه هيكون تشغيله كويس؟ تشغيل كويس، هنرجع تاني لموضوع التصميم. موقع إن وتصميم، ان انا اتاكد ان هو هينفذ التصميم اللي عرضه عليا وانا بشتري، وهو مطابق لمواصفات اشتراطات العاصمه الاداريه الجديده. دي اهم نقطه، وزائد كمان ان هو النهارده يكون التصميم مع الموقع مع التنفيذ مع معايير التنفيذ مع شركه الاداره مع قوه الشركه، كل دول هي العوامل اللي بتؤدي الى نجاح المول ونجاح الاوبريشن، لان الموضوع مش هيكون مرتبط ببنى، الموضوع هيكون مرتبط بتشغيل. استاذ عمرو عثمان، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده في تعمير. بشكرك. شكرا. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. ورجعنا لكم مره تانيه مشاهدينا، ودلوقتي هنتكلم عن شركات التسويق العقاري. طبعا كلنا عارفين ان شركات التسويق العقاري كان ليها دور كبير جدا في تسويق المشروعات العقاريه، لكن مع زياده المشروعات زاد عدد شركات التسويق وبقينا محتاجين ننظمها علشان نحافظ طبعا على دورها في السوق، وده اللي هنتكلم فيه طبعا النهارده في فقرتنا دي مع ضيفنا استاذ محمد سعده، نائب رئيس مجلس اداره شركه كولدويل بانكر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا. طبعا انا سعيده جدا حضرتك معايا النهارده في تعمير. ربنا يخليكي، شرف. وعايزين اول سؤال نتكلم فيه النهارده عن ازاي ننظم شركات التسويق العقاري. تمام. حضرتك شايف الشركات بقت كتير جدا والسوق طبعا كبير جدا واللخبطه يعني بقت ملحوظه. هو والله بصي، يعني أنا أول حاجة أحب نعرف إيه هو موضوع التسويق العقاري، لأن هو الموضوع ابتدى يعني يبقى فيه شوية لخبطة. هو المسوق العقاري ده شخص بيقدم خدمة، وقدام الخدمة دي بياخد مقابل عليها نسبة، مقابل الخدمة. فهي بالمقام الأول هي خدمة استشارية، ان انا بقدم نوع من انواع الاستشاره للراجل،
ومن خلال الاستشارة أنا بديها له دي باخد قدامها النسبة. فهي لازم تكون في هذا الإطار، هي موضوع استشارة قدامها مقابل، لكن كون أنها تتحول إلى أنا هاخدك تمضي وهناخد الخصم العمولة بتاعة الديفلوبر وساعتها انا هاخد فلوس وساعتها دي كاش باك كده بتحولنا الى موضوع تاني خالص. صحيح. فاحنا يعني اللي احنا بنطمح له وبننادي بيه النهارده بما ان موضوع السوق العقاري والاستثمار العقاري في مصر اصبح يمثل نسبه كبيره قوي من الناتج المحلي واصبح يمثل نسبه كبيره قوي من الاقتصاد، لازم الموضوع يتنظم ولازم اللي يكونوا شغالين فيه يكونوا مؤهلين الى ان هم يقدموا هذه الخدمه، ولازم وبالتالي يكون العموله اللي هم بياخدوها دي تكون عموله يعني ليها علاقه بنوع الخدمه اللي هم بيقدموها. عجبني قوي كلام حضرتك. طب خلينا نسال ازاي، او يعني اسالك ازاي نقدر بقى ننظم ده ان ما يبقاش في شركه تسويق عقاري بتدي خصومات او كاش باك او بتتكلم مع العميل فتغريه فتخليه يخوض التجربه دي وفي الاخر السوق يبوظ. تمام. هو يعني احنا دي حاجه بننادي بيها وبنشتغل بيها، حتى بنشتغل فيها مع جمعيه المسوقين العقاريين. هو لازم يكون في رخصه ولايسنس وامتحان للمسوقين العقاريين، مش اي حد يقدر يؤدي هذه الخدمة. لازم عشان انا اؤدي هذه الخدمة لازم اكون مؤهل ان انا ادي الخدمة. طب انا مؤهل ازاي؟ مؤهل ان انا دارس المشاريع اللي موجودة، دارس نوعية العقارات المختلفة، ولازم اكون برضو عندي خبرة في دراسة طلبات العميل. هو اول حاجة بنعملها ايه لما بيجي لي عميل؟ لازم افهمه الاول. صح. يعني اول حاجه لازم اعملها هفهمه. طب انت عاوز ايه؟ انا عاوز اشتري بيت. ليه؟ حتى هتستثمره، هتاجره، هتسكن فيه، هتعمل بيه ايه؟ طيب عدينا المرحله دي. طب انت عاوز بيت شكله ايه؟ في كام اوضه؟ عندك اولاد قد ايه؟ هيروحوا فين؟ هيروحوا مدرسه فين؟ هيروحوا جامعه فين؟ طب انت ايه احلامك للبيت ده؟ في جنينه، في تراس، في باركينج، عندك عربيه؟ يعني لازم تفهم متطلبات العميل. ده الاساس. ده قبل يعني ممكن اقعد انا قبل ما اتكلم على المشروع انا هقعد فتره كبيره اسمعه. بعد كده لازم اكون دارس جميع المشاريع اللي في السوق واقدر ان انا اوفق ما بين اللي هو الهودي وما بين المشاريع اللي موجوده. ولازم مهم جدا ان انا ما يبقاش عندي توجه لمشروع معين. يعني في كتير قوي يقول لك عاوزين نزقه على الحته دي، عاوزين يعني انا باخد عموله كويسه من هنا، فعايز ادخل العميل، عاوز ادخله ده غلط. طبعا ده مش في مصلحه العميل. دي نصيحه للمشاهدين طبعا. أكيد. علشان ايه يقدروا انا بشوف الناس ابتدت يعني الناس عندها وعي، هي بدات ابتدت تلاحظ يقول لك اصل هو هيزقني على الحته دي. لا، ده انت كده خلاص بقى ما بقتش استشاره. لا، انا عاوز فعلا اديله نصيحه يعني ما فيهاش اي تحيز الى المشروع المناسب اليه. لازم الموضوع يشتغل بهذا الاطار الصحيح عشان فعلا تبقى الخدمه يستفيد بها العميل، وتبقى العموله او الفلوس اللي بياخدها المسوق ده فعلا مقابل خدمه قدمها. طب خلينا نقول ان العميل يعني بيحب يتجه اكتر، او يعني اغلبية العملاء بتحب تتجه اكتر لشركات تسويق العقاري. ليه؟ علشان الشركة بتوفر له مشاريع كتير يقدر ينقي اكتر من شركة تطوير العقاري. طيب انا ازاي اختار شركة التسويق العقاري اللي انا اتعامل معاها وما اقعش في الفخ ده؟ تمام. هو طبعا لازم تكون يعني لازم تسألي لو انا بقيم شركة تسويق العقاري. يعني اول حاجه انت لازم تشوفي تسالي عنها. يعني هو ما فيش احسن من انت تاخدي طبعا خبره من حد اشتغل معاهم او شافهم او عرفهم. لازم تشوفي الشركه دي بتشتغل مع مطورين عددهم قد ايه،
هل هي فعلا عندها كفرج كبير مغطية عدد كبير من المشاريع؟ طيب هل هي بتبيع بس بتبيع في كل المشاريع؟ ده معناه لو هي بتبيع في كل المشاريع يبقى فعلا هي بتبص على العميل وبتشوف احتياجاته، لكن هي بتبيع في اغلبها مشروعين ثلاثة مثلا، مشروعين ثلاثة يبقى هي توجهك للمشروعين ثلاثة، لان يبقى غالبا هو ده الاساس في الموضوع. فهو مهم جدا ان انت تكون الشركة كبيرة سمعتها كويسة، نسأل عليها، نشوف ناس اشتغلوا معاهم خبرتهم مع ايه، الشركة فعلا عندها مشاريع كبيرة. وبعدين نعمل الاكسرسايز اللي انا قلت عليه ده، انت هيبان من الاول الراجل اللي قاعد معاكي ده من الشركة، هو بيسمعك، بيسمع طلباتك الاول، بسمع طلباتك، طب هو بيعرض عليكي عدد مشاريع كتير محترم مشروعين، هتبدأ تحسي لا والله ده الموضوع بجد، هو بيديني الحاجة المناسبة ليا، او لا ده هو بيحاول يزقني في مجال معين. شايف ايه التحديات اللي بتقابل يعني قطاع التسويق العقاري عموما؟ والله بصي، يعني قطاع التسويق العقاري في مصر انا بشوف ان هو قطاع اصبح، احنا قلنا ان احنا محتاج تنظيم محتاج تنظيم، بس هو قطاع واعد جدا، يعني يمثل جزء كبير جدا من الناتج المحلي، وبيدخل في صناعات كتير، وبيعمل وبيشغل ناس وعماله، وملاذ امن للاستثمار في مصر. يعني اللي عاوز يستثمر بيقول لك بشتري بيت، بقالنا فتره كبيره في هذا الموضوع، لان الموضوع ان البيوت بتكمل انها تعلى حتى لو حصل اي مشكله في العمله الصعبه في الدولار في بتاع البيت بيعلى معاها بيعلى معاها، فهو ملاذ امن للاستثمار. طيب النهارده يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه هو مقومات، احنا والحمد لله عندنا مقومات النجاح الى هذا السوق. يمكن بنسمع في بلاد تانية بيقولوا البابل او البالونه اتفرقعت والدنيا وقف فوق والموضوع وقع ورجع تاني وهكذا. انا يعني الحمد لله في مصر لا، احنا عندنا مقاومات كويسه قوي تخلي السوق يستمر. طب ليه عندنا في مصر الناس بتقول ان في فقاعه عقاريه؟ يعني اكيد في سبب ورا المصطلح ده. والله هقول لك حاجه، بيقولوا كده لان هو يمكن شاف المعروض كتير، شاف الفتره اللي فاتت في عدد من المشاريع كبيره. والمشكله الثانيه اللي انا كنت عاوز يعني برضو اتكلم عليها هي ان النهارده في ناس كتير في الفتره اللي فاتت استثمرت، فبالتالي بقى عندها 3 و4 بيوت. ولما بتيجي تعمل اعاده بيع بتلاقي الموضوع بطيء شويه، الريسيل بطيء شويه، فبيبدا يقول لك ايه ده، لا خلاص ما انا مش ده، انا اوريدي عندي 3 4، طب انا فين بقى، انت بتعرض عليا بروجكت والبروجكتس الجديده دي فين ومين هيسكن فيها والكلام. ولكن برضو انا بقول الكلام ده مش معناه ان في مشكله، لا هو السوق في مصر اول حاجه احنا عندنا، يعني احنا نقدر نقول ان الريسيل هو اللي يعني متباطئ شويه، ده هو ده المفتاح ده. طبعا ده هو ده اللي هيمشي البرايمري، الريسيل هو اللي هيمشي البرايمري. يعني النهارده جزء كبير من متطلباتي اللي انا ناس كتير قوي، يعني انا من اللي انا ناس كتير بتكلم معايا هم عاوزين ياخدوا في مشاريع جديده، عندهم بيوت بس هو شايف برودكتس. احنا الحاجه حلوة ان في نوع من الانوفيشن وافكار جديده طالعه في البروجكتس الجديده، كل بروجكت جديد عشان يميز نفسه بيطلع بافكار مختلفه. المناطق الجديده كل ما بتشوفي حاجه بتبقى تلاقي احلى من اللي قبليها، فالناس اكشلي دايما عاوزه تروح للحاجات الجديده، عاوزه تعمل ابجريد، عاوزه تطلع. طبعا عشان اعمل ابجريد هعمل ايه؟ هبيع القديم عشان اخد فلوسه واروح اشتري في حاجه جديده. صحيح. فهو الاساس مفتاح الموضوع النهارده اللي هيكمل ده، اللي انا عارف ابيع القديم. يوم ما هعرف ابيع القديم هعرف اشتري جديد، لان دايما زي ما بقولك دايما النهارده العميل عندنا عنده هو نفسه عنده 4 و5 بيوت، فهو عاوز يبيع الحاجات القديمه عشان يروح لحته جديده. صحيح. اللي بنشوفها في الساحل، ما هو ده نوع من انواع الاستثمار. عمال عاوز ابيع هنا عشان اتحرك هنا واروح هنا عشان اتحرك هنا. فهو الاساس في الموضوع ان انا احرك الريسيل، لو حركت الريسيل هو ده اللي هيفتح
الفلوس، هيجيب هيعمل هيفك ال يعني هعمل ليكويديتي او سيوله، هيفك الفلوس دي، وبالتالي الفلوس دي هتعاد استثمارها في بيوت تانية تمشي حركه الاقتصاد وتمشي الـ 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 وتعمل فرص عمل وتمشي السوق البرايمري. ممكن ولكن نقول ان التمويل العقاري يقدر يساعد على كده؟ ده اكيد. ده هو ده دور بقى التمويل العقاري. دور التمويل العقاري ايه النهارده؟ ان انا بدل ما الفلوس دي واقفه في اسمنت وحديد، واقفه هنا في بيوت قديمه وانا مش عارف اعمل فيها ايه، التمويل العقاري هيخليني اعرف ابيعها لواحد ما كانش قادر ان هو يشتريها، فبالتالي انا خدت الفلوس دي رحت اشتريت في حاجه جديده، شغلت دوره راس المال، شغلت دوره الفلوس، وبدا وعملت انتعاشه. هو ده يعني انا شايف ان احنا في مصر الحمد لله مش ما عندناش مشكله، بس اللي ممكن يسرع الموضوع او في اي وقت حسينا في اي نوع من انواع التباطؤ، موضوع الريسيل هيقدر ان هو يسرع السايكل دي. استاذ محمد انا بشكرك جدا، هي حلقتنا خلصت بس انا كنت مستمتعة جدا بالحوار مع حضرتك، وان شاء الله نكررها تاني بمواضيع يعني اهم واكبر من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه كمان النهارده. ربنا يخليكي، انا سعدت بلقائك. شكرا جزيلا. بشكرك جدا. شكرا جزيلا مشاهدينا، وبكده حلقتنا خلصت. انتظرونا ان شاء الله في حلقة جديدة من تعمير الاسبوع الجاي. اشوفكم على خير.